أخي بالنسبة لدعوة البوذيين، هل هي يعني سهلة أو في صعوبات؟ في صعوبات. لكن لا يوجد أصلا يعني عداوة بين المسلمين والبوذيين، ولا بين البوذيين تجاه المسلمين. لا ما في. ما يوجد. ما أبدا. نعم. لكن عندما نجمع في مكان ما. أيوة. ونظهر أو يعرف يعني رئيس القرية. نعم. البوذي أو الحكومي. أيوة. هم يشدد علينا أيضا، لماذا تجمع؟ عندما تجمع أيه. البوذيين لكلمة أيه. لكن تستطيع أنك يعني تدعو بدون أن تجمع الناس. أيه. بعض الأحيان نجمع ونقدم الهدايا ونلقي الكلمة بين المسلمين ونتكلم عن المحاسن، محاسن الإسلام. نعم. لعل هذا يا أخي يكون من الجهل، هم يعني يظنوا أن الإسلام يأمر بقتل الكفار هؤلاء أو الإساءة إليهم، فلو بينتم لهم أننا يعني لابد نفي الكفار بالعهود، وأننا يعني هذا الدين الإسلامي دين إحسان، أن نحسن أولا في عبادة الله ثم نحسن إلى عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نشر يعني الأخلاق الحسنة وعامل الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. سماه الله سبحانه وتعالى أنه هو نبي الرحمة، رحمة لكل الخلق حتى للكفار. فأنتم لابد تنشروا هذا بين الناس يعني حتى يعرفوا يعني محاسن الدين الإسلامي. الله يوفقنا. يا بداية أيوة. كان ينتشر الخبر بأن الإسلام يعني دين خطير جدا. بعد المبنى الاثنين في امريكا او بعد سقوط العراق 11 سبتمبر. نعم 11 سبتمبر. نشروا هذا على المسلمين. بعدين نحن قمنا بنشر المقطع في الفيديو في فيسبوك. نعم. عن طريق الخطبه والبيان، ثم نحن نقيم الدوره وندعو بعض الرؤساء يشاركنا، ثم في اثناء الكلمه نحن نبين هكذا. يعني الآن هم يفهمون كثير. الحمد لله. إذا لازم تبينوا لهم. نعم. هذا. نعم. دفاعا عن الحق. نعم. نعم.